هي التوجيه المدرسي والجامعي اللي تنظم مع جريدة ملتقى التوجيه. هذه الدورة 14 اللي كتنظم عليها في الناظور في قاعة تيسغناز اللي مدير ديالها السي فائق مصطفى واللي كيسعى دورو إنجاح عملية ديال التوجيه في داخل الوطن. بالنسبة للمحطة الثانية غادي تكون عندنا في الناظور في غولف إيسن إن شاء الله السومان بروشان في وجدة. إضافة شنو هاد الفروق شنو غيكون فيه؟ كيكون فيه واحد التاس ديال البسيكوتكنيك اللي كيدوزو الطالب تيعرف به الميول ديالو المهني، من بعد ما تيعرف الميول ديالو المهني أوتوماتيكمون تيعرف كيفاش يختار لي زيكول وتعرف كيفاش يتوجه بواحد الطريقة جيدة في الميدان ديال التوجيه. هنا في هذا الرواق اللي كتشوفوا دابا معنا هنايا حاضرين معنا جامعات وجامعة محمد بوور، حاضرين معنا إرشاد الطالب، حاضرين معنا مؤسسات ديال سوبيريور ديال الماناجمنت ديال الكوميرس ديال لاجيري، المهم جميع المؤسسات اللي تيكون الطالب من بعد البكالوريا محتاج ليها. إضافة إلى كاين التكوين المهني حتى هو حاضر معنا في جوج تكوي. المهم كان واحد اللقاء اللي الطالب كيستافد منه بواحد الشكل جيد. المهم من بعد إن شاء الله هذه المحطة هذه غادي يكون عندنا إن شاء الله لقاء واحد آخر في وتتمناو الطلبة ديالنا يجيو يستافدوا من هذا المعرض هذا وياخذوا المعلومات اللي غادي تفيدهم. حنا هنا في هذا المعرض هذا كنستقبلوا حتى لي بارون يعني الاباء واولياء التلاميذ باش يحاولوا ياخذوا واحد النظره شموليه يعني عشان كيف الميدان ديال يعني المؤسسات من بعد البكالوريا. بحال دابا عندنا واحد السيده دابا غادي تدوز التاس ديالها هنا. المهم جميع كاين تقريبا جينا نشوفوا يعني بواحد النظره كاين جميع المؤسسات والمعاهد العليا اللي غادي الطالب انه غادي يستافد بواحد الشكل جيد ان شاء الله. وتنتمناو نكون وصلنا للميساج كوم يلفو ليزيتيون ديالنا وهذا شكرا. هادي موالزا بلوس ان كتعطيك شحال كتعطيك زيرو زيرو ماط ديال بغيتي انا باش غادي نوصل لك دابا الريزلتا ديالك.